طبعا احنا شفنا يعني مقطع من كلمة الرئيس، لكن يمكن هنتكلم اكتر في المقطع اللي جاي، او الرئيس تحديدا هيتكلم اكتر في المقطع الجاي على مسألة الاقتصاد او اقتصاد ما بعد الجائحة، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هي مسألة التوازنات الاقتصادية في العالم وحل هذه المسائل، ويمكن الرئيس اشار لده في كلمته الافتتاحية على مسألة ازاي نقدر نحل اختلافاتنا ونتعامل معها طول الوقت، فماذا عن الاقتصاد فيما بعد الجائحة؟ وده مهم جدا ان احنا هنتكلم فيه، ومهم جدا انه هيبقى له فيه اكتر من ورشة واكتر من جلسة وفي اكتر من متحدث فيما بعد ذلك خلال الايام القادمة باذن الله لحد اليوم الاخير باذن الله من المنتدى. كمان التوصيات بتاعت المنتدى اللي هتظهر فيه اليوم الاخير، مهم جدا انك انت كمان يعني انقل لك صورة ان هناك اكتر من قناة واكتر من وكالة، مش بس وكالتنا وقنواتنا المصرية والعربية، ولكن في اكتر من وكالة وقناة اجنبية موجودة هنا علشان تغطي ده، وفي اكتر من نموذج كمان للمحاكاة زي نموذج محاكاة الامم المتحدة، ويمكن ده هنتكلم عليه النهاردة شوية مع ممثل الولايات المتحدة الامريكية في نموذج محاكاة الامم المتحدة، هنتكلم النهاردة او مع ممثلة الولايات المتحدة في نموذج المحاكاة الخاص بالامم المتحدة حول ما أيضا ما بعد الجائحة والتوازنات السياسية والاقتصادية والاختلافات ما بين الدول وكيفية حلها ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد من خلال نموذج المحاكاة. طبعا في اكتر زي ما بقول لكم في اكتر من نموذج، في حاجات متعلقه بحقوق المراه والطفل وما الى ذلك، في اكتر من جلسه هتتعمل، في اكتر من عرض مسرحي كذلك، وده الحقيقه بالنسبه لي شيء مهم جدا. يعني كنت احب ان انا ابقى حاضر العرض المسرحي بتاع النهارده، بس يعني حضرت جزء منه، وطبعا كان لازم ابقى موجود مع حضراتكم على الهواء من خلال برنامجنا التاسعه. اعتقد ان احنا هيبقى في معانا دلوقتي مقتطف او مقطع من كلمه الرئيس، ايضا استاذنكم ان احنا نسمعه ونتابعه ونرجع نكمل كلامنا. احنا بدانا في نوفمبر 2016 برنامج للاصلاح الاقتصادي، واتصور ان احنا لو ما كناش اطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوه شديده علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والراي العام في مصر، اتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج إن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. إحنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد. بس إحنا كمان بالمناسبة كنا شغالين وإحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي إحنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. فأنا عايز أقول إن كان ممكن ناخد قرار ساعتها في ان احنا نعمل ايقاف كامل الأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل اجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته.